هذا الدوار بدنا نروح على شمال على الترخيص. رمى شمال. الدوار قانونه واضح. هدي هدي كمان جنب كتفك الشمال. في حدا بوقف، فيش حدا بكمل. كملي يلا. فتح المسرب قدام شاشة السيطرة، المفروض عدلتي. غماش ما نلف نرجع. وهون الفحص بيجيبك عشان تفوتي على الترخيص. طلع علي قانون تاع دوران الجزيرة. جسمي دغري، هاي طلع على جسمك مع النظافة. صار بعد كتفك وين بلف الستيرينج شمال على الآخر. وين بوقف السيارة؟ بوزع مستوى الأرصفة، نهايات الأرصفة يعني بالنص. كيف بعرف؟ طلعي حسي بجريكي، جريكي وين حسيتهم؟ بالضبط، هاي هي القانون. صعب؟ بنزين. نروح على شمال، غمان شمال، شارع رئيسي لتقاطع الشمال اللي وراي ما إله عليه أولوية. لأمامك في حدا؟ لا. بنزين وبأخذ الون تاع الشارع. من الأشياء المزعجة بالفحص إنه دائما شوارع الترخيص في إربة خاصة مكسرة. بيجي طالب بيزيح عن جورة، زحت عنها بدون غماز ومراي راسب. طب يلا الجورة بتطلع فجأة وأنا بدي لحق أحط غماز ومراي. أنا علمتك تجيب الجور بمنتصف المركبة، طب وقعت بالجورة ما بيرصبك. اللي بنتبهوا على الطالب إنه حتى مبين إنه بس خايف، بس مبين إنه بيسوق صح ما بيغلط. لا، في فاحصين بس يشوفوكي لا تفلتي ايد واحدة وايد متحركة. في فاحصين بس يشوفوا الطالب ارتبك وكأنك معطيته مليون ليرة انبسط، قال انه والله له هيبة، فبصير غمازي من وقفه. في من الفاحصين اللي بصيروا يستهزئوا بالطالب، بدمروا نفسيته بالزيادة. ما بيعملوه انه طالب، بيعملوه بطريقة ايه هاي سواقة، ايه بدك ألف درس. كلمة ألف درس المفروض كفاحص يحكي له انت عندك ضعف في النقاط هاي، بلزمك 6 دروس. بس في منهم لا، غير مراقب. من جديد صار يحطوا كاميرات للفاحصين، بس في منهم بطفي الكاميرا وبزت الكلمة اللي بده اياها وبيحكي اللي بده اياه. وغير عنصر الواسطة القوي اللي بيشتغلوا عليه، معه واسطة بنجح، محوش واسطة نسي يزمر. طب نسي يزمر مش معناها رسوب، نسي يحط غماز مش معناها رسوب. الرسوب في حالة تعريض فعلا السيارات للخطر او فقدان السيطرة، هاي رسوب. عدم الثقة بالنفس رسوب. بس شو بدي احكي لك، لسه لحد الان ادارة الترخيص ما لقت آلية تفحص بشكل بيكشف خطأ وصح بالطالب ونقاط ضعفه. حتى الفاحص ما بيعرف يحكي مع الطالب بطريقة الفاحص، بلزمك 4 دروس، بلزمك درسين، بلزمك 5 دروس، ما بيحكي له. فبروح بنزل الطالب متضايق وفاقع، مش عارف شو غلط، لا وفوق هيك مش عارف شو يعمل بعد هيك. وصلت الفكرة؟ دي دوران ثلاثي الآن منك. صح، احسنتي. الغيار بسبق الستيرينج. لف وجهك منيح. نالت قبل الوصول مع انه فيها مجال توصل. صح، وانت بتلفي الستيرينج ما وراكيش اشي. فشو بنعمل واحنا بنلف الستيرينج؟ بنكون ننتبه اذا في حدا اجى جديد ولا لا. وصلت يعني رئيسي، يعني بوقفش. بس مجرد ما بوس سيارة يلمس بداية الشارع. كلمة شارع ما بتعني مسارب، يعني من عند التراب لعند التراب. شو اسمه هذا؟ شارع. شو اسمه؟ شارع. مجرد ما اجرك لمست بداية الشارع لازم تاخذي الستيرنج بشكل قوس مائل باتجاه الون، تقسمي الشارع. القاعدة الخامسة بتحكي انه كل شارع بتشوفيه لازم تقسمي مسارب وتعرفي حالك وين رايحة. صح؟ انت اخذتي باستقامة ولفيتي بزاوية 90، خطأ. اوكي؟ بنزين. هذا الخطأ بعرضك انه سيارة تتجاوز عنك وتيجي تضربك على جنبك الشمال، غماز شمال. اما الانحراف بالشكل القوس المائل بينبه السواقين وراك انه السيارة قاعدة تحرف اول باول، منه بتلحقي توقفي ومنه هو بيلحق يهدي. يا وقوف فرعي لرئيس الوقوف، هدي، انتبهي، مدي راسك.
يلا اطلعي.